مارسيل كولر النهارده قال تصريحات مهمه جدا، ومحمد الشناوي وهيرنا كريسبو وسفيان رحيمي. تعالوا نشوف الاول تصريحات مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي وبعد كده نكمل كلامنا. Haben wir ein gutes Spiel gemacht gegen Zamalek und haben dann im Elfmeterschießen gewonnen. Und klar, wir wollen morgen schauen, dass wir da natürlich dieses Spiel auch für uns entscheiden können. Speziell, wenn wir zu Hause spielen und unsere Fans uns fantastisch unterstützen werden. Ahna bin, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. بنقول ان احنا انا ما بوعدش اي حاجة، ولكن انتوا لو بصيتوا للفترة اللي انا كنت فيها خاصة بداية الموسم، الماتشات اللي احنا لعبناها كانت كلها ماتشات كؤوس لغاية دلوقتي. الدوري السنة اللي فاتت كان طويل جدا، اللعيبة الدولية لعبت تقريبا 70 مباراة وكانوا محتاجين لراحة بدنية. اللي بدأنا بدوري الأبطال ضد جورماهيا رايح جاي، معسكر الإعداد عادة اللي أنا محتاجه بيستغرق من 4 لـ6 أسابيع وده ما كانش متاح. طبيعي، ده أمر طبيعي جدا إن في بداية الموسم يكون المستوى البدني والذهني للعيبة مش على أعلى مستوى، لازم الناس تقدر الكلام ده. زي ما هو بيكرر إن إحنا لعبنا الست ماتشات كان لازم كل ماتش نفوز فيها، كانت على الألقاب. ضد جورماهيا لعبنا في للتأهل لدور المجموعات في بطولة أفريقيا، لعبنا سوبر الأفريقي ضد الزمالك، لعبنا بعد كده ضد سيراميكا علشان نوصل للنهائي في السوبر المصري، وقابلنا الزمالك تاني في نهائي السوبر المصري. كان الوضع بالنسبة لنا أنا متعود عليه السنتين اللي فاتوا إن إحنا نشتغل تحت ضغط. إحنا محتاجين شوية إن الناس تصبر علينا، من خلال خبرتي في السنتين دول إن المصريين ما بيعرفوش يصبروا. الناس لازم تتعلم الصبر، إحنا مش معانا عصا سحرية، عصاية سحرية هنقول كن فيكون. أنا كنت مدرب دولي للنمسا وعارف كويس إن كمدرب للمنتخب إن الشغل البدني كله ما بيكونش معايا. اللعيبة بتجيلي لمدة 10 أيام بمسؤول ان انا العبهم ماتشين، فما بقدرش اشتغل معاهم بدني، انا بشتغل معاهم على التكتيك وبشتغل معاهم على الجانب الذهني والفني. الشغل البدني كله موجود في النادي والنادي هو المسؤول عنه، لازم الناس تاخد بالها من الكلام ده. اكدنا وبنأكد ان احنا لعبنا ضد الزمالك الماتش ده كويس، ده بدينا ثقه كبيره وان احنا هنلعب بكره وعندنا امكانيات كبيره وفرص كبيره ان احنا نفوز، خاصه قدام جماهيرنا العظيمه اللي بتسندنا دايما، وانا عندي احساس كويس ان احنا هنفوز بكره ان شاء الله. Und dementsprechend sehe ich da nicht irgendwie einen Vorteil für den Gegner. احنا عندنا اللعيبه بتاعتنا كويسه جدا، عندنا جوده في اللعيبه ممتازه جدا، هنلعب على ارضنا، الاستاد هيكون مليان ان شاء الله، الجماهير دي بتدفعنا دايما للامام وبتكون عنصر مؤثر جدا في ان احنا نفوز. انا مش فاهم بالظبط ايه الداعي ان المبرر ان الميديا اللي في الامارات ممكن يكون لها اهداف تانية، ولكن انا شايف ان احنا فرصنا كبيره جدا للفوز بكره. Wahrscheinlich konzentrierter ist und bewusster ist, die wird dann das Spiel gewinnen können. هو بيقول احنا انا ما اقدرش اقيم الاداء بتاع هيرناند كريسبو كمدرب لان ما اعرفوش ما شفتش له غير ماتشين ثلاثه، وده مش كافي ان انا اقيمه كمدرب. بالنسبه لفريق العين هو فريق كبير بيلعب كويس جدا لقدام وعنده كوره هجوميه ممتازه، احنا لازم ندافع كويس علشان نقدر نعدي الماتش ده. احنا بكرر ان احنا هنلعب على ارضنا وده دافع كبير جدا، احنا لازم نفرض اسلوب لعبنا بكره وده هدفنا ان احنا نفرض اسلوب لعبنا على فريق العين. الفريقين كبار، يعني ممكن نسمي الماتش ده ان فريقين كبار جدا بيلعبوا ضد بعض، واللي مركز اكتر واللي عنده اصرار للفوز هو اللي هيفوز بكره.
طبعا احنا عارفين ان رحيمي مهاجم كبير، ولكن ما ننساش ان هو ما بيلعبش لوحده والكرة ما بتوصلوش لوحده، في 9 لعيبة بيلعبوا معاه و9 لعيبة اقوياء. احنا عارفين ان هو الفريق كله فريق قوي، اللعيبة اللي احنا عددنا الفريق على نقاط القوة وتكلمنا معاهم على نقاط القوة اللي فريق العين، نرجو ان هم يطبقوا الكلام اللي احنا اتفقنا عليه بكرة وعدد واستعدينا لهم كويس. القوات المهارات الفردية للعيب العين معروفة بالنسبة لنا، وده مش شيء جديد، وانا وكررت ومهيئ اللعيبة بتاعتي كويس لقدرات العين الهجومية. Dann auch immer mal wieder wichtig, dass man auch etwas rotiert, dass der eine oder andere Spieler dann auch wieder Spielpraxis bekommt. هو ده أمر طبيعي جدا، خاصة لما أنت تلعب ماتشات قوية زي اللي احنا لعبناها في لغاية دلوقتي في الموسم، إن الإصابات تكون موجودة وإن الإصابات دي محتاجة، وده طبيعي، أمر طبيعي جدا إن الإصابات دي محتاجة وقت للعلاج والتأهيل البدني علشان يدخلوا معانا مرة تانية اللعيبة المصابة، ولكن احنا عندنا سكواد كبير جامد بالنسبة للكيفية والكمية، واحنا طبعا لما اللعيب مننا بتصاب بنشوف البديل وبنجهزه. بالنسبه لي كمدرب بيبقى في بعض الاحيان بيبقى ساعات ان انا عاوز اللاعب بمواصفات معينه ما بيكونش متاح ليا، فبجهز وبدي كل قوتي ان انا اخلي اجهز الاحتياطي بتاعه بحيث ان هو يوصل لمستوى اللاعب الاساسي. بالنسبه للموضوع الاصابات بصفه عامه، ده موضوع احنا ما نقدرش نتحكم فيه ولا اي حد يتحكم فيه. اللعيب اللي هو بننزله مكان الاحتياطي، يعني اللي هو اللعيب الاحتياطي اللي بننزله مكان المصاب، بيكون ده الشيء الايجابي في الموضوع، ان هو باخد فرصته ان هو يظهر نفسه ويكتسب حساسيه المباريات مره تانية. موضوع التدوير اللي هو الاجباري اللي هو بيتم من خلال الاصابات بيدينا في جهه، يعني في جانب ايجابي لازم الناس تشوفها كمان وانا شايفها، ان هو بيدي للعيبه الاحتياطي او اللي ما بيلعبوش بانتظام حساسيه المباراه مره تانية. Und wenn wir das gut tun, dann haben wir gute Möglichkeiten, morgen als Sieger vom Platz zu gehen. احنا عارفين فريق العين خصم قوي جدا، وبالفعل هو احنا عارفين وكل الناس عارفة ان شباك الفريق استقبلت اهداف كتير في الماتشات اللي فاتت، بس محدش يقدر يغفل كمان ان هو بالمقارنة احرزوا اهداف كتير جدا. معنى كده ان هم عندهم هجوم قوي جدا في المقابل، والكلام ده معناه لينا بكرة ان احنا مش هقدر اخلي ال 11 لعيبة اقول لهم اجروا يلا روحوا هات جوان فيهم، الدفاع بتاعهم مش افضل حاجة، ولكن عندهم هجوم قوي جدا لو اديت لهم الفرصة هم هيسجلوا فيك اهداف كتيرة جدا ان انت مش هتقدر تعوضها. عشان كده لازم نلعب باسلوب متوازن ونحاول ان احنا نخلق الفرص اللي احنا نخلقها نستغلها، ولو عملنا كده عندنا فرصة كبيرة جدا ان احنا نفوز بالماتش بكره.